تكون سهله مهله ديال الشكيكه، واللي الامهات يعني يبغيو ياخذوها ويبغيو يوجدوها لوليداتهم. غادي نعطيكم لي كيك مالحين. واخا كناخذوا جوج الحبات ديال القرعه مقطعين القطع صغيره. ها هي المقادير، جوج حبات ديال القرعه، قرعه قطع صغيره، وكنسطيوها لمده 10 ديال الدقائق الى حتى 15 دقيقه. اذا سطي في اقلات فيها الزيت، فيها شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال المليحه وشويه ديال الفلفل الاسود. فلفل اسود ولا الابزار؟ ابزار. زيدي. كنضيفوا لها 100 غرام ديال اللحم المدخن. 100 غرام اللحم المدخن ولا طريفات ديال الدجاج ولا الحاجه اللي عندك متواجده في الدار. واخا الحاجه اللي باغا ولدك ياكلها، اللي كتعجبو، اللي كتعجبو ياكلها، غادي تضيف فيها لهاد القريعه ولا الخز ولا نعم. اذا غنضيفوا ليها اللحم المدخن ولا طريفات ديال الدجاج الا كانوا واجدين عندنا في الدار. ايه، وفي انيه واحده اخرى كنخلطوا ثلاثه ديال البيضات. في انيه غناخذوا ثلاثه البيضات. ايه، معلقه ديال الزيت، معلقه زيت كبيره. بيان سي. نص كاس ديال الحليب، نص كاس حليب، قليل من الملح، قليل من الملح، شويه ديال الفلفل الاسود ديال البزار، فلفل اسود. هي وكنضيفوا لها 150 غرام ديال الطحين. الطحين كنضيفوه بطريقه شويه بشويه، ماشي بزاف يعني. شويه بشويه، وكنضيفوه بطريقه فنيه يعني كنطلعوه من التحت للفوق يعني. ماشي كنخلطوه غير بطريقه عشوائيه، فهمتيني؟ هذه تقنيه، هذه تقنيه في الكيك. قلتي بطريقه فنيه يعني من كنطلعوه من التحت للفوق. ايوا. ومن بعدها كنضيفوا جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوه حمراء، هي و 80 غرام ديال الجبن المبشور ديال الفخوماج محكوك، الفخوماج اللي عندي. نعم صافي. وكنكبوا الخليط في طبيصات ديال لي كيك ولا اللي عندي، المهم متواجد في الدار ديال لي كيك، كنكبوا فيه الخليط. من الاحسن يكون لي كيك انديفيديال يعني كل واحد كياخذ من واحد بوحديته. هادو كيك مالحين. واخا نعاودوا معاك المقادير باش ياخذوهم معنا، يعني كل السيدات اللي ناويين انهم يجربوا هاد الكيكه هادي المالحه. قلنا عندنا جوج حبات ديال القرعه، غنقطعوها قطع صغيره وغنسطيوها في المقيله ديالنا مع شويه ديال الزيت البلديه، شويه الملحه وشويه ديال الابزار. غنزيدوا عليها 100 غرام ديال اللحم المدخن، ولا الا عندنا شي طريفات ديال الدجاج نقطعوهم طريفات صغيره باش يطيبوا. طريفات ديال الحوت اللي عندنا، الحاجه اللي باغيين ولادنا ياكلوه. نعم. يعني ماشي بالضروره اللحم المدخن، يعني الحاجه اللي بغينا الدراري ياكلوه. نعم. وفي انيه اخرى غناخذوا ثلاثه البيضات، معلقه كبيره ديال الزيت العاديه، نص كاس ديال الحليب. هنا هاد نص كاس هذا نديروه العنبه اللي معترفين به، متفقين عليه حنا كل العيالات السيدات. نص كاس ديال الحليب ديال العنبه، القليل من الملح، وشويه ديال الفلفل الاسود البزار، و150 غرام ديال الطحين. وهاد المقادير هادو اللي قلنا غنديرهم في هاد الانيه هادو هادي لاله فاطمه، قلتي غنطلعوهم بشويه بشويه. لا، البيض كنطربوا، البيض يعني ضروري كنطربوا البيض وكنضيفوا هو الاول. ولكن ملي كنجيو نضيفوا الطحين كنضيفوه بشويه بشويه بطريقه فنيه يعني باش ما داك لي بيب ديال البيض وداك الشيء ما كيطيبش من التحت للفوق. وهاد المقادير اللي قلنا الفوق ديال القرعه وديال اللحم المدخن غنضيفوهم للخليط. هذا الخليط هذا غنزيدوا جوج الاكياس ديال الخميره حمراء، و80 غرام ديال الجبن المبشور، الجبن الاحمر. الجبن الاحمر. اييه. ونوضعوهم قلتي في في في, في الليمول ديالنا، في القوالب، القوالب ديالنا، وكيتوضعوا في كيكه كبيره. اللي بغيتي يعني اللي عندك متواجد في الدار، اما القوالب اما القالب ديال الكيكه كبيره ليك، المهم هذا كيك مالح. نعم. بالنسبه للحاجه الثقيله مثلا الا كانت قرعه ولا الا كان هاد الطريفات ديال الدجاج، واش ما كيهبطوش لتحت؟ لان كاين اللي كيهبط ليهم المسائل اللي كتكون ثقيله في الكيكه كتهبط. لا الا كانوا المسائل ثقيله في الكيكه بحال لي فروي كونفي ولا شي حاجه وخفناها تهبط لنا الكيكه لتحت، كنديروا لها شويه ديال الطحين، كنديروا لها الطحين ونغربلوها من داك الطحين، وابخي عاد كنديروها في الكيكه يعني
الا بغيناها تجي في الوسط كنديروا الخليط ديال الكيكه ونديروا داك الشيء في الوسط. بغيناها تجي من الفوق كنديروها من الفوق وكتبقى من الفوق لان داك الطحين ما كيخليهاش تهوى. اذا ندوزوها غير في الطحين، ندوزوها في الطحين وابخي نغربلوها من داك الطحين اللي فيها وعاد نزيدوها في الكيكه ديالنا ولا حسب يعني البلاصه اللي بغينا سواء في الوسط ولا في سواء في الوسط ولا في الفوق. واو لان هذا الخليط لان كيتخلط كل شيء معاه ما كيهبطش لتحت. شحال نعطيو هذه الكيكه الملح الحراره؟ نعطيو 150، نعطيوها تقريبا 150 درجه لمده نصف ساعه. نصف ساعة والفران يكون شاعل الفوق والتحت. الفوق والتحت والعافية مهيلة بزاف. واخا.